سبعة أندية حجزت لنفسها مكانا في ربع نهائي الكأس في انتظار أن يكتمل العقد، ومن ترشح السيدة لمواصلة المغامرة بين مولودية وهران صاحب أربع تتويجات في المنافسة، ومفاجأة المحترف الثاني الاسم على مسمى نجم مقرى في مواجهة تكشف عن أسرارها يوم 29 من الشهر الجاري. الوفاق سطيفي صاحب تسع نهائيات وبرصيد 8 ألقاب كان موفقا عندما استقبل أخصائي الكأس اتحاد الجزائر وأزاحه من الطريق بنتيجة 3-1، ويضرب بذلك موعدا لاتحاد عنابة المتفوق بدوره على الأهلي البريجي وبالنتيجة ذاتها 3-1، غير أن الأفضلية للوفاق في لعب مباراة العودة بملعب 8 ماي. شباب الوزداد الباحث عن نسيان هموم البطولة وحلم خطف لقب جديد يساويه مع الوفاق والاتحاد والمولودية بثمانية ألقاب، لم يجد صعوبة في تخطي عقبة سريع المحمدية بثلاثية كاملة ليجد نفسه في مواجهة الجار في درب عاصمي أمام نصر حسين داي الذي تألق وأقصى المولودية بهدف أحمد قاسمي. وعين أبناء حسين داي مواصلة المغامرة وبلوغ النهائي السادس في تاريخ المدرسة. الواقعية كانت حاضرة في بجاية عندما استقبلت الشبيبة المحلية شباب بوغيرات وتفوقت عليهم 4-1، وستكون مرغمة لصنع نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بميدانها أمام أتلتيك بارادو قبل مواجهة العودة بالعاصمة، خاصة أن هذا الأخير بعد أن رسم اسمه ضمن النخبة يريد جني الثمار ومعانقة الألقاب لأول مرة في تاريخه، فقد أقصى في الدور الماضي اتحاد الحراش بثلاثية كاملة. أما سياسي نسخة لافان كانت في الموعد عندما نزلت ضيفا ثقيلا على مستقبل الرويسات وخطفت أشيرة العبور للربع النهائي بهدفين لواحد، رغم أنه كان متأخرا في المرحلة الأولى لينتظر هوية منافسه بين مولودية وهران ونجم مقرى.